بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ في ليكتشر 6. تمام، ليكتشر 6 من الليكتشرات البسيطة والسهلة واللي احنا هنحل فيها. مش هشرح حاجة جديدة قوي، بس هنحل كتير، يعني كتير قوي قوي، وهناخد افكار كتير قوي. تقريبا كل الافكار اللي موجودة في المحاضرة واللي موجودة في السلايد بتاع الدكتور كلها هتتقال النهارده ان شاء الله. فنركز مع بعض كده، وايه ولو انت مش جايب جنبك ورقة وقلم وكده، فايه بالظبط كده قوم هات علشان ايه نحل مع بعض. قشطه، رغينا كتير قبل ما نبدا. لازم طبعا كلنا نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يقويهم على اللي هم فيه. حلو جدا، يلا بينا نبدا. بص يا عم، انا قلت الفيديو اللي فات قلت كده حاجتين ممكن يكون طاروا من جنبك كده، ماشي؟ قلت اول حاجه اسمها بيرميتيشن، ماشي، والحاجه التانيه اسمها كومباينيشن. تمام، اظن انت مش فاكرهم صح؟ ماشي، هنفتكرهم دلوقتي تاني. بص بقى، ايه هو البرميتيشن؟ البرميتيشن ده لما اجي اقول لك، بص يا عزيزي، انت معاك مثلا تلات حروف اللي هو A و B و C. حلو، A و B و C، ده A و B و C. انا عايزك تعملي بيهم شكل تراينجل. طب هتعمله بكام طريقة؟ ده بقى بتاعتك انت، بس انا عايزهم بالترتيب. ازاي مثلا؟ يعني مثلا كده A B C. حلو، او مثلا مثلا من هنا بقى A B C، او مثلا كده مثلا A B C. فانا في كل الحالات مهتم بالترتيب. تمام، يعني ما قلتلكش مثلا ايه اهبد لي مثلا ايه مثلا B A C كده، فاهم؟ لا، انا عايزك بالترتيب. حلو، حلو قوي. يبقى انا في البرميتيشن انا اهم حاجه عندي فيها هي الترتيب. طب ايه القانون بتاع البرميتيشن اللي انت عمال ترغي فيه ده؟ هو البي، ماشي، الان وتحت الار. حلو، بنجيب فاكتوريال الان فوق وتحت بنجيب ان ماينس ار فاكتوريال. حلو الكلام، حلو الكلام. وده يعني خدها من محمد كده، خدها ثقه، ما بنستخدموش كتير. امال ايه اللي احنا بنستخدمه كتير؟ الكومباينيشن. ليه بقى؟ الكومباينيشن عندي مش بيهتم بالترتيب، وهو هيجي يقول لك في المساله انا عايز مثلا، انا عندي مثلا صندوق فيه خمس كور، انا هختار منهم ثلاث كور ان راندوم. يعني ايه؟ حاجه كده عشوائيه، اختار معايا، فاهم؟ يلا بينا. فنفس المثال اللي انا لسه قايله ده، اللي هو انا عندي صندوق فيه خمس كور، انا هختار منهم كورتين عشوائي جدا، فمفيش ترتيب في الموضوع. طب قانونه ايه يا محمد اللي انت عملت؟ قانونه ايه؟ ماشي، السي ان ار، ماشي، قانونها يا باشا فاكتوريال للان فوق. حلو، وتحت نجيب لون تاني، تحت هيبقى فاكتوريال ار في ان ماينس ار. حلو الكلام، حلو الكلام. ماشي، انت طبعا ممكن ما تكونش واصل لك القانون، او مش مستوعب اصلا القانون ده بيقول ايه. فهنندي امثله وهنفهم الدنيا ماشيه ازاي. ورقتك الجميله وقلمك الجميل، وايه وجهز معايا كده. ممكن مش هتفهم في الاول عادي، بس هنطبق مع بعض والامثله هتتكرر. يلا بينا، يلا بينا. اول مثال عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ انت طبعا مش فاهم اي حاجه من خطي، مش مشكله. بيقول لي انا عندي نادي، ماشي، بيحتوي على اربعه ممبر، يعني في اربع اعضاء فيه. حلو، انا عايز او هاو ميني سيمبل بوينت، ماشي، اللي انا اختار منهم ثلاثه. بس ايه بقى؟ ما قالكش انا اختار ثلاثه عشوائيين ان راندوم، لا لا، قال لك انا اختار ثلاثه لايه؟ لاوف يعني للاعمال اللي جايه دي، اللي هي ايه؟ بريزيدنت وسكيورتي وتريجر تقريبا، ماشي، يعني اعمال عامه، وات ايفر، ماشي. انا هختار ايه؟ ثلاثه يشتغلوا في الثلاث اعمال دول، فانا رتبتهم، ماشي، على حسب الاعمال بتاعتهم. فانا كده في ايه؟ ترتيب. حلو قوي. يبقى انا ايه الان اللي عندي او عددهم كلهم كام؟ اربعه، وانا عايز ارتبهم على كام ترتيب او كام مكان؟ ثلاثه. حلو الكلام. يبقى انا البي بتاعتي ان ار هتساوي اربعه فاكتوريال الاربعه يعني، وتحت هيبقى اربعه ماينس ثلاثه فاكتوريال، اللي هي واحد فاكتوريال يعني، ماشي. الناتج في الاخر هيطلع 24. حلو الكلام. احنا ده امس يعني مثال اهبل، اوكي، احنا لسه كده، فاهم؟ يلا بينا المثال اللي بعده. المثال اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا هيبقى عندي كام سيمبل بوينت، ماشي، من سيمبل سبيس، يعني لو الشخص، لو في شخص سحب خمس ورقات من 52 ورقه كوتشينه، ورقه كوتشينه 52، ماشي. انا هجيب لك دلوقتي تقسيمه للكوتشينه عامه كلها علشان ايه هنلعب مع بعض دلوقتي، اوكي. فايه فبيقول لك المهم يعني سحب خمس ورقات من 52 ورقه كوتشينه، هل هنا في ترتيب؟ لا، هو سحب ايه؟ سحب عندي 52 ورقه كوتشينه، سحب منهم خمسه،
بس. فانا هنا ايه عندي الان وعندي الار بتاعت السي، ادام ما فيش ترتيب انا هستخدم ايه قانون الكومباينيشن. حلو قوي. فهجيب ايه فوق العدد كله اللي هو ايه 52 فاكتوريال 52 على تحت الار، الار بتاعتي اللي هي 5 اللي انا هسحبهم ماشي، في 52 ماينس 5 فاكتوريال برضه. الكلام ده هيطلع كام ان شاء الله؟ هيطلع رقم كبير فش يعني، مش 2 مليون بوينت 598، هيطلع رقم كبير. المهم يعني ماشي، اهم حاجه انت فاهم. تمام تمام تعال نخش على المثال اللي بعده، يلا بينا. معلش قبل ما نخش على المثال اللي بعده عايزكم بس تشوفوا الحته دي شويه معلش. الكوتشينه عندي هي 52 ورقه، حلو، فيها 4 اكس يعني. بص انا ما يعني في الكوتشينه بلح، فيعني ايه هنمشي الدنيا مع بعض ماشي، و4 كينج و4 كوين، حلو، اللي هو ايه الولد والبنت والشيخ ده ماشي. حلو قوي. وفي 4 جاك، حلو، دي الاشكال بتاعته ماشي. في 26 ريد كارد، يعني ايه هما 52 صح، نصهم احمر ونصهم اسود. حلو قوي. وعندي 13 كارت مرسوم عليه قلب، و13 كارت مرسوم عليه دايموند، و13 كارت مرسوم عليه كلوب، و13 كارت مرسوم عليه سباند اللي هي العلامه دي يعني. انت اكيد شايفني مش مشكله يعني. المهم انا اهم حاجه تكون فاهمهم او شايفهم كده، فاهم اكيد يعني، فاهم الدنيا ماشي، عشان هو تقريبا بيعشق حاجه اسمها كوتشينه، فهو الامثله اللي جايه تقريبا كلها كوتشينه، فايه نركز مع بعض. اوكي تعال نخش على المثال بتاعنا، يلا يلا بينا. حلو قوي. بيقول لي عندي كوتشينه متكونه من 52 ورقه، انا عايز البروبابيلتي بتاعت الكارت ده تمام لما يكون الكروت حمراء، الكروت الحمراء والكارت اللي هو فيه دايموند والكارت اللي هو فيه 10. حلو. الريد كارد احنا قلنا ان الكوتشينه متقسمه نصين، نص اسود ونص احمر، فنص ال 52 كام؟ صح 26 تمام. فساعتها هنقول ان الان اوف ايه هي 26، فبالتالي البروبابيلتي بتاعت الايه هتساوي كام؟ هتساوي 26 على التوتال الكوتشينه كلها اللي هو ايه 52. حلو قوي حلو قوي ماشي ماشي. النمبر اوف بي بقى، هو بيقول لي الكروت اللي عليها دايموند. طب ماشي، انا عندي ايه، تعالى نحسبها بالعقل، مش هنحفظها، انا عارف ان هم 13 بس مش هنحفظهم. انت عندك من 1 ل 10 في الكوتشينه، كل اربعه فيهم واحده دايموند ماشي، من 1 ل 10، فيعني انت عندك ايه 10 دايموند هم، وعندك ثلاثه اللي هم الاشكال اللي هو الملك الولد والبنت والشايب، فكده 3، يبقى 3 و10 13، يبقى انا عندي 13 واحده دايموند. ما فهمتهاش احفظها فكك ماشي. يبقى انا عندي 13 ورقه كوتشينه مرسوم عليها دايموند. حلو. فالبروبابيلتي بتاعت البي هيطلع كام؟ 13 على 52. حلو حلو قوي ماشي. سي بقى بيقول لي ايه الكروت الكارت اللي مكتوب عليه 10 ماشي، انا كل رقم سوري كل رقم ماشي بيبقى منه اربع ورقات اكيد يعني، فالرقم 10 ده في منه اربع ورقات فاكيد اربعه يعني، فالبي البروبابيلتي بتاعت السي هتطلع 4 على 10 4 على 10 ايه 4 على 25 تمام، اللي هو عددهم على التوتال بتاع الكوتشينه كله تمام. مثال اهبل اوكي، يعني احنا لسه بنسخن، لسه بنقول بسم الله اصلا. قشطه قشطه، يلا بينا نخش على المثال اللي بعده. حلو قوي. المثال اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا عندي كوين هلفه ثلاث مرات. حلو. What is the probability that at least one head appear؟ يعني هيد تبان في ايه؟ at least. حلو قوي. كان في رسمه كده يعني متعلمينها حاجه على الضيق كده يعني. انا عندي ايه؟ اول لفه بيبقى ايه فيها هيد وفيها ايه تيل صح؟ الهيد دي هتطلع هيد وتيل صح؟ دي كده تاني لفه، دي السكند ودي الفيرست. حلو. تالت لفه الهيد دي هتطلع هيد وتيل، والهيد دي هتطلع هيد وتيل. حلو الكلام؟ اكيد حلو ماشي. طب والتيل دي نفس الكلام بالظبط، عشان بس نوفر على حضراتكم وقت تمام. هيد وتيل، تعرف تطلع لي الاس من هنا كده على طول؟ يلا بينا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. هيد مع هيد مع هيد تمام، يبقى اتش اتش اتش، هيد مع تيل، او هيد مع هيد مع تيل بقى، هيد مع هيد مع تيل تمام. كده احنا خلصنا دول كده ماشي. نبدا هنا بقى، هيد مع تيل مع هيد، يبقى هيد تيل هيد تمام، هيد مع تيل مع تيل، يبقى هيد تيل تيل. كده احنا خلصنا دي كده، نخش على اللي بعديها ماشي. تيل هيد هيد ماشي اهي ماشي، وبعد كده هاخد تيل هيد تيل، يبقى تيل هيد
تيل. يا رب تكون فاهم يا رب. ماشي امسح بس دي كده. ماشي تيل تيل هيد وتيل تيل تيل. حلو الكلام. مفروض هيطلع لي 8. فواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده احنا صح. ماشي بيقول لي ايه بقى في السؤال؟ بيقول لي شوف لي البروبابيليتي بتاعت يعني كام واحدة مش هيبقى فيها اتش. ماشي فدي فيها اتش ودي فيها اتش 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 فيها فيها دي ما فيهاش. يبقى انا عندي 7 فيهم اتش. يبقى البروبابيليتي بتاعت الاي 7/8. وشكر الله وسعيكم. تمام انا بقول اختراعات او بخترع؟ لا. تمام يبقى انت فاهم اكيد. نخش على السؤال اللي بعده. نكمل ماشي. بص بقى المثال ده بيقول لي ايه. اف تو بير او فير دايس ار ثرو. ماشي يعني انا عندي اتنين زهر رميتهم مع بعض. ماشي وات از ذا probability اوف جيتنج. ماشي اول حاجه 2 6 يعني عندي 6 و6 كده. ماشي والصم الصم بتاع الاثنين ماشي يديني 8 او اكتر. حلو قوي. فتعال نجيب الاس اللي احنا هنطلع منها كل الكلام ده. اصلا الاس بتاعتي هتبقى 1 1 ماشي 1 2 1 3 1 4 1 5 ماشي 1 6. هكمل الباقي بقى واجي لكم. تمام هكمل الباقي واجي لكم. نكمل يا باشا. جبت لك ايه كله من 1 ل1 لحد 6 و6. ماشي اول حاجه يا باشا بيقول لك ايه. انا عايز الدبل بتاع ال6 يعني انا عايز 6 و6. عندي كام 6 و6؟ يبقى الان بتاعت الايه هي واحده الحمد لله يعني اهي هي دي. ماشي انا فين اهي ماشي. فيبقى البروبابيلتي بتاعت الايه 1/36. عرفت منين اللي هم 36 يا محمد؟ انا عندي الدايس الواحده فيها 6 صح. ف6 باور 2 عشان انا ايه رميتها مرتين او رميت 2 دايس. تمام ف6 باور 2 اللي هي ان شاء الله 36. حلو فيبقى 1/36 يعني 1 على مجموعها. ماشي طب الان اوف بي بقى ايه البي اللي هو طالبها؟ معلش بيقول لي سم اوف 8 اور مور يعني مجموعهم يساوي 8 او اكتر. حلو طب تعالى نشوفها مع بعض كده. مع بعض تعالى نشوفها مع بعض كده. ماشي اول حاجه الاثنين والستة. حلو عندي الاثنين والستة. حلو قوي. عندي ال 3 و5 ماشي. عندي ال 3 وال6 اكيد ماشي عشان 8 او اكتر. ها ماشي عندي ال 4 وال4 وال4 و5 وال4 و6 ماشي. عندي 3 و5 و5 و4 و5 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 و6 تمام. عندي 6 و2 وكل ما يتبعها بقى. تمام فكده انا عندي كام واحده؟ هنعدهم كده ان شاء الله يطلعوا 15. حلو فيبقى 15 يبقى يا عزيزي 15 يبقى 15 على 36 علشان ايه البروبابيلتي بتاعتها. بس شكرا الله سعيد. انا وبقول حاجه صعبه اكيد لا. تمام انت فاهم ها. يبقى تصلي على النبي ونخش على المثال اللي بعده. يلا بينا اللي بعده. بصوا بقى دي انواع مسائل جديده حلو غير اللي احنا كنا بنحلها من شويه. دي مسائل معتمده على الكومباينيشن اكتر يعني هي دي اللي هنشتغلها بقى. المسائل دي فيها فكره وبتيجي كتير قوي 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 فنركز مع بعض وان شاء الله تكون بسيطه جدا. حلو يلا بينا صلي على النبي يلا بينا. بصوا بقى انا عندي بيقول لي عندي 6 كور حلوين ايه 6 كور بيض ماشي واربع سود رميتهم في ام صندوق حزين. حلو بيقول لي بقى ايه فايند البروبابيلتي بتاعه اللي انا هشد ايه هشد منهم 6 كور. حلو يطلع لي 3 بيض و3 سود. تمام معايا تعال تعال نشوف بقى هنعمل ايه. ماشي انواع المسائل دي انا بجيب 3 حاجات او خليها ايه حاجتين دلوقتي. حلو حلو اول حاجه واهم حاجه لازم تجيبها هي الاس بتاعتك. تمام اللي هي المجموع التوتال بتاع كله بقى. تمام ايه الاس بتاعتي؟ انا عندي كام ام كوره في كل في الصندوق كله 10 صح. يبقى الان بتاعتي ان شاء الله هتبقى 10. تمام وانا هشد من ام الصندوق كام 6. حلو يبقى الان معايا ب 10 والار معايا ب 6. تعال نجيب السي كده. يبقى السي 10 على 6. طب يا محمد هو احنا ليه اشتغلنا بقانون الكومباينيشن دلوقتي؟ هقول لك لان هو قال لك انت هتشد 6 كور عشوائيين من صندوق. يبقى انا بقول لك اختار انا بقول لك غمض عينك كده واشتغل بالكومباينيشن. خلاص خلاص يلا بينا. كان القانون بتاع ايه عشان انا بنسى انا مش مركز معاك انا اسف. على ده ان شاء الله هيطلع لي كام 210. حلو قوي حلو قوي. انا كده جبت الاس بتاعتي اللي هي هتبقى تحت على طول يعني. تمام تمام تعالى بقى نجيب الان اوف ايه اللي هو عايزه. هو عايز ايه؟ عايز يمد ايده يا عم في الصندوق يطلع لي 3 سود و3 بيض. طب ازاي يا محمد؟ هقول لك دلوقتي ازاي. هنعمل زي
حركة هي الاس. انا عندي كام كرة سودة؟ انت اللي هتقول بنفسك، انت اللي هتحل. ها، 6. صح، اجابة صحيحة، 6. تمام، وانا هختار، وانا عايز يطلع لي كام واحدة من الستة؟ 3. صح. طب تعالى نشوف كده انا قلتها ايه، انت اللي هتقول بقى البلاك. انا عندي كام واحدة بلاك؟ ايوه انا سامعك صح، 4. ماشي، وهختار كام واحدة من البلاك دول، او انا عايز يطلع لي كام واحدة من البلاك؟ 3. صح. ما انت جميل، هم اللي بيقولوا عليك وحش ليه؟ اهو، يبقى اهي. تمام، تعالى بقى نحلها بالقانون، نعوض وخلاص، احنا خلصنا المسألة، نعوض بقى. دي كانت قانونها ايه؟ فاكتوريال الستة على، ماشي، 3 فاكتوريال، 6 ماينس 3 فاكتوريال، في، تمام؟ في، تمام؟ 4 فاكتوريال على 3 فاكتوريال، 4 ماينس 3 فاكتوريال، هي دي. ماشي، يبقى كده الناتج بتاعي هيطلع كام؟ اكتبها على الكالكوليتر، ارميها على ام الكالكوليتر، هيطلع الناتج معاك ان شاء الله 80. ماشي، يبقى كده انت جبت عددهم. ها، ركز معايا، انت جبت ال n of a. تمام، نجيب البروبابيلتي اوف ايه بقى؟ يبقى 80 على الاس اللي انت لسه جايبها. عشان واحد بس يقول ايه، طب ايه لازمه الاس دلوقتي؟ ما انت اهو لازم تجيب الاس عشان تحطها تحت، هتبقى 210. وكده انت حليت المساله. تمام، ما فهمتش؟ انا سامع اللي بيقول دلوقتي، انا ما فهمتش، هنخش على مثال تاني كوبي بيست منه، هتفهم بقى. انت اللي هتحل المثال الجاي، ها، اللي فاهم يحل المثال الجاي بقى، يلا بينا. ركزي قوي في المساله دي بقى، عشان المساله دي مهمه قوي 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 بالنسبه لي. حلو، لو فهمتها يبقى انت فهمت الفكره بتاعت المسائل دي. حلو، احنا لحد دلوقتي حلينا فكرتين مسائل، فكره اللي هي البيزك اللي هي العاديه قوي، اللي هو عندي كوتشينه ورميت الكوتشينه ونقيت من الورق 5 والكلام الهبل ده، ماشي، ودي الفكره الثانيه، وهناخد لسه تقريبا فكرتين كمان او فكره. معايا بقى في المثال ده، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي موظف، حلو، او يا عم خليها مدير، هيختار من 15 بيبل، هيختار منهم 3. حلو، حلو، ال 15 دول منهم 8 رجاله و7 يعني وومن. تمام، بيقول لي ايه بقى؟ هيختار الثلاثه دول اون راندوم او ات راندوم. ماشي، حلو قوي، ات راندوم، راندوم، راندوم يعني كومباينيشن على طول، ماشي، ما تفكرش فيها كتير. حلو، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا عايز احتمال ان كل اللي يبقوا في الوظيفه دول اللي هم الثلاثه يبقوا رجاله، يبقى الثلاثه يبقوا رجاله، او ات ليست وان يبقى ويمن. ماشي، يعني ايه؟ لا اما ثلاثه رجاله، لا اما يبقى على الاقل حاجه يا عم واحده ست معاهم. تمام، تمام، تعال نشوف هنحل المساله دي ازاي. بس قبل اي حاجه نجيبها، ماشي، هنجيب الاس ده لازم، انا قايل لك احنا متفقين بقى، نجيب النمبر اوف اس. تمام، معلش بس نكتبها نمبر عشان ايه، حلو قوي، نمبر اوف اس. تمام، نمبر اوف اس يعني ايه؟ كومباينيشن على طول يا محمد، يلا بسرعه بقى، ما تخنقنيش. انا عدد الناس اللي عندي كام؟ 15. انا هختار منهم كام؟ 3. شكرا، يلا شغل لي بقى الدنيا دي كده. يبقى انا 15 على 3، مش عارف انا بزعق لكم ليه، انا اسف، معلش، نكمل مع بعض. ماشي، يبقى 15 والار بتاعي 3، يبقى ايه تحت؟ ايه فاكتوريال 15، وتحت هيبقى 3 فاكتوريال 15 ماينس 3 فاكتوريال. الكلام الحزين ده هيطلع بكام ان شاء الله؟ 4 5 5. حلو قوي، كده احنا جبنا الاس بتاعتي اللي هي التوتال بتاعي. حلو قوي، نجيب بقى الان اوف ايه اللي هو كان بيقول لي ايه يا محمد؟ نرجع كده فوق، بيقول لي ان احتمال للثلاثه يكونوا رجاله. حلو قوي، انا عدد الرجاله عندك كام يا محمد؟ بالراحه كده، انت اللي هتحل، ركز معايا، عدد الرجاله معاك كام؟ 8. حلو قوي، عدد الرجاله معاك 8، انت هتختار منهم كام؟ 3. 3، عشان انت هتختار الثلاثه من المان. تمام، فيبقى ايه؟ يبقى عدد الرجالة كام؟ 8. انت عايز منهم كام؟ 3. يبقى 8 على 3، شكرا جدا، شكرا، الله سعيكم. اللي بعده، اللي بعده، يبقى هنا ايه؟ فاكتوريال 8، وتحت هيبقى الار اللي هي 3. تمام، يبقى 3 فاكتوريال 8 ماينس 3 فاكتوريال. يا رب اكون بفهمكم زي ما انا فاهم، يا رب يا رب. ماشي، يبقى كده طلع لي الناتج الحزين ده، هيبقى 56. يبقى البروبابيليتي بتاعه الايه؟ 56 على عددها اللي هي 4 5 5، دي نسبة ان التلاتة يبقى مان. حلو الكلام، تعال بقى نشوف نسبة اللي ايه، ان على الاقل حاجة يبقى في واحدة ويمن، حتى ايه ويمن دي؟ وومن. تمام، ويمن. المهم، يلا بينا، تعال نشوف بقى هنحل ازاي اللي احنا يبقى اقل حاجة يبقى عندي واحدة، واحدة ست يعني. ماشي، تعال كده نحلها. مش انا ممكن لو انا عندي واحدة ست يبقى انا هختار كام راجل؟ اتنين رجالة، صح؟ اتنين رجالة من كام، من كام راجل؟ يعني انا عندي، تعال نحسبها مع بعض واحده 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 عشان ما تتوهش مني. انا عندي 8 مان، تمام، وعندي 7 ومن. حلو، ومن، ماشي، حلو قوي. فاول حاله لو انا اخترت وخدت واحده ست
يبقى انا هختار كام راجل؟ اتنين، عشان اختار تلاتة من الكل صح؟ يبقى انا هنا ايه؟ يبقى هنا دي سبعة اخترت منهم واحد، والبقية هيبقوا رجالة، تمانية على الاتنين. حلو الكلام ده بلس. دي اول حالة لان انا ايه عندي واحدة ست بس. طب يا عم انا لو عندي، لو اخترت اتنين من السبعة ستات، يبقى انا هختار كام راجل؟ راجل واحد بس. حلو اوي. يبقى سبعة اختار منهم اتنين ماشي، وتمانية اختار منهم واحد. حلو اوي. طب يا عم ده تاني احتمال. طب لو تالت احتمال، عشان هو قال لي اقل حاجة يبقى عندي واحدة ست بس، ممكن يبقى عندي اتنين، ممكن يبقى تلاتة عادي. طب تعالى نقول لو تلاتة، لو عندي تلاتة ومن، يبقى انا عندي كام راجل؟ زيرو اكيد، لان انا التوتال اللي هختارهم كلهم تلاتة اصلا، فاهم؟ يبقى انا ايه هاخد من السبعة تلاتة كلهم. طب والرجالة يا محمد، الرجالة هيروحوا فين؟ تمانية، يبقى زيرو ان شاء الله، زيرو صفر. حزين. تمام تمام يبقى ده احتمالات ان انا يبقى عندي اقل حاجة واحدة ست. حلو، دي الاحتمالات بتاعتي. عوض لي بقى في القوانين بتاعتك يا باشا، خلاص شغل الشغل. يعني سبعة على واحد يبقى فاكتوريال سبعة ماشي، واحد فاكتوريال سبعة ماينس واحد فاكتوريال، الكلام ده فيه ماشي. انا هحل اول واحدة بس وانتوا عوضوا في الباقي، عشان بس ايه يعني كده. تمانية فاكتوريال، وهنا تحت اتنين فاكتوريال، تمانية ماينس اتنين فاكتوريال. انت فاهم انا بعمل ايه اكيد صح؟ الكلام ده بلس كذا بلس كذا. حلو الكلام. الناتج النهائي ان شاء الله هيطلع تلاتة تسعة تسعة. كده احنا خلصنا؟ لا، دي ال n يا حبيبي، دي ال n of v. طب انا عايز ال probability of b بقى، ساعتها هقول له ان الرقم الحزين ده 3 9 9 على التوتال الارقام كلها اللي هي 4 5 5 4 5 5. وشكر الله سعيكم. مساله تقيله شويه انا عارف، بس بسيطه. انت فهمتها؟ اوعى ماشي، لو ما فهمتهاش ارجع بص عليها تاني نظره سريعه كده. نخش على السؤال اللي بعده، سؤال بسيط برضو، يلا بينا. ده اخر اخر سؤال هيجي في الفكره دي، وبعد كده نخش على فكره بقى ايه اللي بعديها على طول. قشطه قشطه. بص بقى، لو ما فهمتش المثال اللي فات هتفهم ده بقى. اوكي اوكي تعال نقراه مع بعض كده بكل ايه وضوح. طبعا ما فيش وضوح في الخط ده، بس يعني خير ان شاء الله. بيقول لي اربع ايتم هاخدهم من راندوم. بص انا معاك بخط احمر، خلاص انا زهقت منك. لا لا ما زهقتش منك يا بعريك، انا زهقت من نكمل ماشي. ماشي، هختار اربع ايتم ماشي من 12 ايتم عندي. حلو الكلام انت حبيبي ماشي، ركز. 4 من 12 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ريجكتد البوكس ده هيترفض ماشي، لو ايه بقى؟ لو في اكتر من واحده فولتي، يعني اكتر من واحده بايظه او فاسده. حلو حلو قوي. او طبعا الثلاثه فاسدين، طبعا ده بوكس ايه حزين خالص. يعني بيقول لي بقى فايند البروبابيلتي اللي البوكس ده يكون اكسبتد. اكسبتد يعني ايه؟ يعني لا اما ما فيهوش ولا واحده بايظه، لا اما في على الاقل حاجه واحده بس، واحده بس بايظه، لكن اكتر من كده لا، يبقى مرفوض طبعا، مرفوض ماشي. تعالى بقى نخش على المثال. اول حاجه انا علمتها لك لما نقرا ام كلمه راندوم دي، بنجيب ايه؟ هنجيب الاس الحزينه، ان اوف اس، ان اوف اس. تمشي زي محمد، خليك ذكي ماشي. ان اوف اس طبعا الان اللي عدد اللي انا بختار منهم كلهم كام؟ اللي في البوكس كلهم 12 ايتم ماشي. انا اختار منهم كام يا عم محمد؟ اختار منهم اربعه، يبقى الار بتاعي 4 والان 12، يبقى هنا 12 وهنا 4. يبقى المثال البتاع بتاعي 12 فاكتوريال على 4 فاكتوريال، 12 ماينس 4 فاكتوريال. الكلام ده هيساوي رقم اكيد 4 9 5. حلو الكلام حلو الكلام. كده احنا جبنا الاس، خلصنا من الاس. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. هو عايز البروبابيلتي بتاع احتماليه ان البروبابيلتي بتاعت احتماليه ان البوكس ده يبقى اكسبتد. يعني ايه اكسبتد يا محمد؟ يعني في ما فيهوش ولا واحده فاسده، لا اما في واحده بس فاسده. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. يبقى الان اوف ايه هنعمل ايه يا محمد؟ فاكر هناك كنا بنعمل ايه؟ طب تعالى نعملها تاني عشان انت ما فهمتش. انا عندي 12 واحده صح، 12 واحده ايتم في البوكس، عندي 9 سلام حلوين. حلو ماشي، لا مش هكتب حلو، يعني هكتب ايه؟ جميل، مش عارف ليه. المهم، وعندي 3 فاسد، فاسد يعني حزين ماشي. مين اللي قال لك اللي انت عندك 3 فاسد؟ اهو 3 از فولتد ان بوكس، عندي 3 بايظين في البتاع ماشي. 3 من ال 12 يعني عندي 9 حلوين. حلو قوي ماشي. البتاع بقى قال لك ايه؟ لا اما كله سليم يعني كله جميل، لا اما عندي واحده بس سليمه، واحده بس بايظه. حلو، فتعالى ناخد احتماليه اول حاجه ان كله يبقى سليم. كله يبقى سليم يعني انا عندي سي من التسعه ماشي، هختار منهم الثلاثه الاربعه اللي انا عايزهم. طب والثلاثه اللي هنا يا محمد الفاسدين دول، الثلاثه الفاسدين زيرو، مش هاخد منهم حاجه
تمام؟ يبقى الأربعة اللي هختارهم كلهم جمال بلس. ايه الاحتمال بقى كمان؟ مش هو قال لك قال يعني ممكن ادخل معاهم واحده فاسده؟ طب تعالى ندخل معاهم واحده فاسده. لو هدخل معاهم واحده فاسده يبقى التسعه دول هختار منهم ثلاثه ماشي، والثلاثه البايظين دول هختار منهم واحده عشان هاخد واحده فاسده، يبقى انا ايه هقلل من هنا واحده جميله. فاهم؟ فاهم انت اكيد فاهم. ها اكيد ماشي. تعالى نمسح بس ده كده. يبقى انا كده نعوض بقى في القانون الحزين بتاعي ماشي. يبقى التسعه فاكتوريال على ماشي 4 فاكتوريال، 9 ماينس 4 فاكتوريال الكلام ده ماشي، 3 فاكتوريال على 0 فاكتوريال، 3 ماينس 0 فاكتوريال، وهنا نفس الكلام. فالناتج في الاخر هيساوي كام يا عم محمد يا جميل؟ 3 7 8. حلو حلو. يبقى البروبابيليتي بتاعت الايه ده الان اوف ايه، بروبابيليتي اوف ايه بقى؟ اوعى تنسى وحيات امك تجيب البروبابيليتي، هو عايز البروبابيليتي اصلا ماشي، يعني ما تجيبلوش الان وتسكت. مفهوم تمام. يبقى 3 7 8 على ايه يا محمد؟ على الاس اللي انت جايبها فوق اللي هي 4 9 5. وشكر الله سعيكم. ناخد ايه بريك كده 3 دقايق ونيجي بقى نخش بقى على الفكره اللي بعديها عشان انتوا زهقتوا مني انا عارف ماشي. يلا بينا. بص عشان نكون على نور بقى، احنا المساله الفكره دي هاخد عليها 3 مسائل، 3 مسائل بسيط جدا، وهديك فكره كمان هناخد عليها مساله وشكر. يبقى احنا ناقصنا كام مساله؟ 4. حلو نركز فيهم بقى، نركز فيهم. يلا بينا. بصوا بقى الفكره دي بتاعت اليونيون فكره بسيطه جدا ماشي. فكرتها اللي هو بيجي مثلا في المساله يقول لك ايه، انت عندك مثلا كوتشينه حلو، هات لي فيها الورق اللي هو مثلا مرسوم عليه القلب، والورق اللي مرسوم عليه اي شكل مثلا ايه اي حاجه الكلوب مثلا. حلو حلو. يبقى لو قال لك انا عايز حاجه اور حاجه يبقى انت هتجيب اليونيون. مفهوم؟ انا مش بحفظك والله، بس انا عايزك تثبت في دماغك بس. مش فاهم حاجه صح؟ تعال نخش على اكزامبل عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا. صلي على النبي. ها صليت ماشي. يلا بينا. حلو. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اف 1 كارد از سيلكتد، هتختار ورقه واحده من كوتشينه راندوم برضو. ها بس دي بقى مالهاش علاقه بالسي، هتفهم دلوقتي ماشي. هختار ورقه واحده من كوتشينه فيها 52 ورقه. حلو. بيقول لي ايه البروبابيلتي ان الكوتشينه دي، بص بقى الحته دي عشان الحته دي هي دي اللي بتقول لك انت هتستخدم قانون اليونيون ماشي. بيقول لك ايه البروبابيلتي او احتماليه ان الورقه اللي هتختارها دي لا اما تكون كلوب، لا اما تكون فيس كارد. فيس كارد يعني ايه؟ يعني لا اما بنت، لا اما ولد، لا اما شايب. طب كل ورق البنت 4 ورقات والولد 4 ورقات والشاب 4 ورقات، يعني كام دي؟ دول 12. خليها في دماغك بس، انا بحسبها معاك كده بس بسرعه. اوربوس او الاثنين يا عم ماشي ماشي. تعالى بقى نمسح الكلام ده ونيجي على النظافه بقى نفهم الدنيا، ولا اقول لك خليها تحت هنا ماشي عشان لو احتاجنا حاجه. اول حاجه يا باشا، هنا انت ما بتجيبش الاس ولا بتجيب حاجه، انت بتحقق كل واحده ماشي. اول حاجه لو انت عندك الكارت ماشي اس كلوب، كلوب احنا لسه قايلين دلوقتي عدد الكلاب كام يا محمد؟ عدد الكلاب اهي 13 اهي اللي قبل الاخيره. تمام تمام. يبقى انا عندي 13 كارت مرسوم عليه كلاب. تمام 13، انا قلت البروبابيلتي على طول مش مشكله. يبقى 13 على كام؟ على 52. انا عارف كده كده اوريدي مجموعهم فاهم ماشي. البي البروبابيلتي بتاعت البي بقى ايه؟ البي ماشي ان الكارت بتاعي ماشي يكون فيس كارت. يعني ايه فيس كارت يا محمد؟ يعني لا اما ولد، لا اما شايب، لا اما بنت. حلو. طب دي 4 ودي 4 ودي 4، يعني 12 ورقه، 12 ورقه فيس. يبقى 12 على 52. حلو حلو قوي ماشي. ساعتها بقى انا هجيب ايه مجموعهم ليه؟ لان القانون بيقول لي يا محمد لو انا عايز اجيب اليونيون فانا بجيب البروبابيلتي بتاعت الايه، البروبابيلتي بتاعت البي، وبجيب البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن بتاعهم اللي هو الحاجه المشتركه ما بينهم هما الاثنين عشان اعملها ماينس ما بينهم. فاهم؟ حلو كده. جبت الاولى والثانيه، ناقص ايه؟ بروبابيلتي اوف ايه انترسكشن بي. طب ايه المشترك ما بينهم يا محمد؟ انا مش مجمع برضو، معلش مش مجمع. فوق ازاي مش مجمع؟ انا هنا عندي كلوب رسمه زيها زي القلب، مش كل 4 ورقات بيبقى فيهم رسمه مختلفه؟ طب دي ليها رسمه ودي ليها رسمه ودي ليها رسمه، يبقى انا عندي كام رسمه؟ شكرا. 3. فوق معايا كده، مش عايز ازعق لك، انا بحبك والله. ماشي 3. يبقى انا عندي 3 3 كروت ايه؟ صح برافو عليك ماشي. يبقى انا كده جبت الثلاثه، يبقى انا لو عايز اجيب البروبابيلتي A يونيون B ساعتها هعمل ايه؟ هعمل 13 على 52 بلس
12 على 52، الكلام ده ماينص التلاتة. تلاتة طبعا على 52، معلش متعملش زي محمد تبقاش ذكي، دي probability تمام. 52 الكلام ده طبعا ان شاء الله هيطلع 22 على 52، وشكر الله ساعدكم. تمام تمام، ناخد فكرتين كمان من دي وبعد كده ايه الفكره دي خلاص ضن كده. قشطه قشطه حلو. هنا بيقول لي ايه، انا عندي ارقام انتجر. حلو الكلام. الارقام الانتجر دي ماشي، احتماليه ان من ارقام من 1 لحد 200 ماشي، الارقام اللي بتتقسم على 6 والارقام اللي بتتقسم على 8. حلو قوي، حاجه بسيطه جدا يعني ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الاس بتاعتي. هي الاس كده كده معروفه اللي هي من 1 ل 200، من 1 ل 200. حلو قوي، يعني 1 2 3 4 5 6 لحد 200. نجيب اول حاجه الان اوف ايه ماشي. طب انت عرفت يا محمد اللي هو ده يونيون؟ بص 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 ركز معايا، ديفايدد باي 6 اور 8. قفشت اور خلاص، انا مش بحفظك بس انا عايزك كده خلاص ماشي. المهم هنجيب الان اوف ايه ماشي. ايه الان اوف ايه؟ الارقام اللي بتقسم على الستة. طب خلاص امسك كده ال 200 اقسمها على الستة، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 33 بوينت كذا، اللي هي 33 يعني، مش هي 33 ولا انا كذاب؟ 33 ماشي. يبقى البروبابيلتي بتاعت الايه هتبقى 33 على ال 200 ان شاء الله. ده اول ايه، اول حاجه الان اوف في يا باشا. الارقام اللي بتقسم على الثمانية، طب والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه ماشي. ارقام اللي بتقسم على الثمانية اللي هي 25 رقم ماشي، اللي هي probability 25 على 200. شكرا شكرا الله سعيكم ماشي. يبقى ايه المشترك ما بينهم بقى؟ الحته دي هي الوحيده التريكي في المساله دي ماشي. بيقول لك ايه، number of a intersection b. حلو قوي. الستة بص كده ركز معايا، انت معاك ستة ومعاك ستة ومعاك ستة. حلو، اعمل ستة بلس ستة بلس ستة ماشي، بلس ستة كمان هيديني كام؟ هيديني 24. طب 8 بلس 8 بلس 8 هيديني 24. لو بصيت في الستة والتمانية ولقيت مضاعفاتهم ماشي، يعني مضاعفاتهم اللي هو ايه، ستة ستة وستة 12، ستة وستة وستة يبقى 18 ماشي. الرقم الوحيد ال يعني اصغر رقم، اصغر رقم يقبل الاسم على الستة وعلى التمانية هو ال 24. مفيش رقم اصغر من كده يقبل الرقم الاسم على الحزم على الستة او التمانية، يقبل الاسم يعني هو اللي يكون فوق، عشان ما حدش يجي يقول لي الاثنين ماشي. ماشي تمام. هو ايه الاثنين ده؟ الغى بقى لو في الاثنين اصلا تسمع 6 و8. انا اسف انا اسف، شيلوا المونتاج. المهم يعني 24، يبقى ال 24 هو الرقم اللي يقبل الاسم على الاثنين دول. حلو قوي، يبقى هو الانترسكشن بتاعي. فساعتها هاخده وامشي؟ لا، تقسمه على ال 200 هيطلع 8. يبقى البروبابيلتي بتاعت ال A انترسكشن B هتطلع 8 على ال 200. حلو الكلام. يبقى انا جبت كده ايه، جبت البروبابيلتي بتاعت الايه والبروبابيلتي بتاعت البي ماشي، والبروبابيلتي بتاعت الانترسكشن بتاعهم. ناقص لي يا محمد، ناقص لي انا احطهم في القانون وشكرا. يبقى البروبابيلتي بتاعت الاي يونيون بي هتطلع ايه، هتطلع الرقم ده بلس الرقم ده ماينس الرقم ده وشكرا. يا رب بس تكونوا فهمت الحته دي مهمه قوي. انا جبت الانترسكشن ازاي؟ قعدت اجيب مضاعفات السته ومضاعفات الثمانيه ماشي، يعني سته وسته 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 اه 24. طب ال 24 دي تقبل الاسم على الستة؟ اه. طب تقبل الاسم على الثمانية؟ اه، وهو اصغر رقم يقبل الاسم على الاثنين. قشطه قشطه، ربكم فهمتوه. نخش على المثال اللي بعده، اخر مثال في الفكره دي خلاص. انا والله زهقت من نفسي انا كمان. يبقى ناقص مثال ومثال كمان وشكرا وشكرا الله سعيكم. تمام تمام، يلا بينا. ركز بقى ركز، معلش المثال ده مش هنكتبه عشان هو بسيط يعني. بيقول لك ايه، ا بير اوف دايس، رميت زهرين. حلو ماشي، فايند ذا بروبابيلتي اوف جيت توتال، ان مجموعهم لا اما يبقى 5 لا اما يبقى 11. اهي probability of 5 or 8. 5 or 8 ايه 11 تمام تمام. اور اهي، ها عشان ما حدش يقول لي انا، طب انا اعرف منين سؤال اليونيون؟ ما اور اهي، ما موجوده تمام تمام. تعالى نجيبها بقى ماشي. هنعمل الاس، والله مش شرط نجيب الاس يعني، هجيبها وجاي هجيبها وجاي. بص انا لسه كاتب الاس ورا، فانت ايه ممكن تعمل بس ايه باك كده 5 دقايق وجيب الاس. يعني الاس هتبقى ايه اللي هو 1 2 1 1 1 قصدي 1 2 ماشي، 1 3 1 4 لحد 6 6. حلو حلو ماشي، مش اكيد مش هكتبهم كلهم تاني يعني. اوكي تمام. اول حاجه انا عايزها هي ال5. ايه الحاجه اللي تجيبها مجموع ال5 ماشي؟ تعال نجيبهم مع بعض كده ماشي. هيبقى عندي مجموعهم 5، 1 و4 حلو، 2 و3
تلاتة واتنين، أربعة وواحد، بس كده. يبقى كام واحدة هما؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى أربعة. يبقى البروبابيليتي بتاعت الـ A هتطلع أربعة على كل دول كام يا محمد؟ 36. عرفت منين اللي هما 36 يا محمد؟ ظهرين، ظهرين دول فيهم ست أرقام، ظهرين يعني اتنين، يعني ستة باور تو اللي هي 36 إن شاء الله. مش هقولهم تاني، ها مش هقولهم تاني. ماشي، تعالى نجيب الـ N of B بقى يا محمد. إيه الـ N of B؟ اللي مجموعهم 11. طب مجموعهم 11 دول مين اللي هيبقى مجموعهم 11؟ اه الخمسة والستة، والستة والخمسة بس. تمام تمام عددهم كام؟ اتنين. يبقى البروبابيلتي بتاعت البي اتنين على الايه؟ على 36. حلو يا محمد، جميل. في انترسكشن، انت شايف انت بعينك دي شايف حاجه هنا انترسكشن وهنا؟ لا، يبقى نركز مع بعض. ماشي، يبقى كده نجيب اليونيون على طول يا باشا. الاي يونيون بي اللي هي هتبقى ان شاء الله أربعة على ستة، على 36 بلس اتنين على 36، هيطلع الناتج في الآخر أربعة أربعة إيه؟ هيطلع الناتج في الآخر، طلعوا أنت بقى الناتج في الآخر بقى، أنت هتدوشني، اطلع على الناتج يا عم. خلاص يلا، تعالى بقى لآخر فكرة معايا كده عشان إيه يعني خلاص الجمجمة. خلاص آخر فكرة عندي يا معلم، بتقول لك إيه بقى؟ أنا هدي عليها مثال واحد والله، محدش يخرج، خلاص أنا هدي عليها مثال واحد. حلو ماشي. probability A union B union C، لو اداك تلاتة بقى ماشي، وقال لك انا عايز اليونيون ما بينهم، القانون بتاعها ايه؟ المثال ده مهم قوي اقسم بالله، هو المثال الوحيد اللي موجود في السلايد، فلو هيجيب فكره عن المساله دي هيجيب المثال ده سكه. دي تصريحات مني انا، اه مني خلاص ماشي. المهم probability هتبقى equal probability of A plus probability of B plus probability of C minus، الكلام ده minus ايه بقى؟ probability of A intersection B minus probability of A B intersection C minus probability of A intersection C، الكلام ده كله بلس ايه بقى؟ probability of A intersection B intersection C. قانون يبان لك مرعب مرعب صح، بس القانون ده تافه فشخ، وهنحل دلوقتي مثال هو الوحيد اللي موجود، لو جه هيجي مثال ده. شكرا، انا مش هقولها تاني. تمام ماشي، تعالى بقى نصلي على النبي ونخش على المثال، علشان ايه المثال ده ياخد مني ايه الثلاث دقايق اللي ناقصين دول ان شاء الله. يعني حلو، المثال بيقول لي ايه؟ بيقول لي a card is drawn، يعني اتسحب كارت من الكوتشينا، what's the probability that the الكارت ده يبقى دايموند، يبقى ايه الكارت ده البروبابيلتي بتاعت اللي الكارت ده يبقى دايموند، a face or king. حلو قوي، a diamond a face or king. حلو الكلام، حلو الكلام، ركز مع بعض بقى. يبقى هنجيب النمبر اوف ايه، هنجيب واحده واحده بالراحه خالص. نمبر اوف ايه ماشي، الدايموند كام يا محمد؟ مش فاكر انا، صعلوك ما بقتش فاكر. دايموند 13، انا بتكلم عليا انا مش بشتمك انت، انت حبيبي ما اقدرش. ماشي 13، يبقى البروبابيلتي اوف ايه هتطلع 13 على 52. خلصنا من ايه؟ بروبابيلتي اوف بي فيس. ماشي، ايه الفيس ده يا محمد؟ انا بنسى فيس ده، اللي هو ايه؟ الشايب والولد والبنت اللي هم 12 واحد يعني. ماشي لسه جايبهم مره. يبقى البروبابيلتي اوف بي هتطلع كام؟ 12 على 52. شد بس خط كده ماشي، وده خط هنا كده. نمبر اوف سي ماشي، الكينج، الكينج ده اللي هو الملك ماشي، بيبقى فيه اربع ورقات كينج معروفه يعني، اللي هو الشايب يعني اربع ورقات. يبقى البروبابيلتي اوف سي هتطلع كام؟ 4 على 52. حلو قوي الكلام ده. هات لي بقى الانترسكشن بقى، نمبر اوف اي انترسكشن بي. حلو، انا عندي كام ورقه؟ دايموند وفي نفس الوقت فيس. فيس ده اللي هو ايه يا محمد؟ لسه قايلهم ماشي، 12 ورقه ماشي، كل اربعه بيبقى فيهم واحده، يبقى كام واحده؟ ثلاثه صح؟ انت فاهم ها؟ ماشي ثلاثه، يبقى ثلاثه على 52 ده البروبابيلتي بتاعتها، البروبابيلتي بتاعتها. طب نمبر اوف بي انترسكشن سي، دي بي ها؟ بي انترسكشن سي، ايه البي يا محمد؟ البي دي اللي هي فيس ماشي، فيس وكينج كام؟ ما هو الفيس ده يعتبر من الكينج صح؟ فيس وكينج اربعه ماشي، لان الفيس بيحتوي على الكينج وبيحتوي على البنت والولد. حلو، يبقى انا عندي كام 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 كينج جوه الفيس؟ اربعه، اللي هو الاربعه الكينج اصلا. يبقى البروبابيلتي بتاعتهم بتاعت البي انترسكشن سي 4 على 52. يا رب تكون فاهم يا رب. نمبر اوف ايه انترسكشن سي بقى، حلو، ايه اللي هو الايه؟ الدايموند، دايموند والكينج، الكينج اربع ورقات، ورقه قلب وورقه دايموند وورقتين كمان، واحده كلوب والتانيه تقريبا مش فاكر اسمها ايه كده يعني. المهم اللي يبقى في ورق واحده دايموند يعني واحده، يبقى ايه البروبابيلتي؟ هيبقى واحده على 52 ماشي. ناقص لي ايه؟ ناقص لي انترسكشن ما بينهم هما الثلاثه، بي انترسكشن سي. ايه المشترك بقى ما بينهم هما الثلاثه كده؟
مشترك. تعالى نجيب واحده واحده. المشترك ما بين الدايموند والفيس، انا لسه جايبهم، الاي والبي ماشي 3، ماشي الدايموند ما بين الاي والبي 3. حلو، الثلاثه دول اللي هو ايه، اللي هو اللي هو واحده بنت واحده ولد واحده شايب. حلو ماشي، واحده بنت واحده ولد واحده شايب. هو بيقول لك ايه، طب كم واحده فيهم شايب؟ واحده بس، مش هي واحده بنت واحده ولد واحده شايب؟ كم واحده منهم شايب؟ واحده. يبقى ان شاء الله كله هيبقى واحد ان شاء الله. افسرها بسرعه كده معلش، انا اسف عشان بس مش عايز احس ان انا ايه قصرت معاك. ماشي، ده اللي هو الدايموند، الدايموند ده ماشي، والبي ده اللي هو كام، الفيس. انا عندي فيس أربعة بنت وأربعة ولد وأربعة شايب، ماشي، وده دايموند. الدايموند ده اللي هو أشكال بيبقى واحدة من الأربعة، يعني ثلاثة. حلو، عندي واحدة ولد، واحدة بنت، واحدة شايب. حلو، يبقى أنا خلصنا كده، طلعنا واحدة ولد واحدة بنت واحدة شايب. السي ده بيقول لك أنت عندك كام واحد شايب أو كام واحدة مشترك شايب؟ هو واحد بس، يبقى هو واحد. يبقى البروبابيلتي بتاعتي هيبقى واحد على 52. وبس كده هنرص كل الكلام ده على حسب القانون اللي فات، اللي هو اللي في الصفحة اللي قبل دي على طول. الناتج بتاعك هيطلع ان شاء الله عوض، مش كاتب الناتج بس يعني هتعمل على الكالكيتر هيطلع عندك على طول. بس كده يا رب تكونوا فهمتوا. معلش طولنا النهارده، بس يعني بجد انا لميت لك كل المسائل اللي اتقالت في المحاضره في الـ في الـ في السكشن في السلايد بتاعت الدكتور. فدي كل المسائل اللي ممكن تيجي او كل الافكار اللي ممكن تيجي على انواع المسائل دي. بس كده ان شاء الله المره الجايه نشرح الكونديشن وبكده نكون مع الدكتور بالظبط كده كده يعني مش متاخرين قوي يعني الحمد لله. وبس كده يا رب تكونوا فهمتوا وشكرا لكم.